يلا نعمل دلوقتي حاجة سريعة كده، ممكن يبقى هنا او في بولة صغننة لو احنا عايزين. هعمل شوية بيض، بسم الله، خليني بس ابقى متأكدة انه البيض معايا تمام، بسم الله كده. عج بيض سريعة، عندنا بيض وريحان مفروم، معلقة كبيرة صلصة، ده اختياري، بصل مفروم، شيلوا الصلصة يا ولاد، قطع طماطم، فلفل، عندكم بقى فلفل اخضر، فلفل الوان اللي يعجبكم، وعندنا شوية كريمة، ملح وفلفل اسود، كزبرة خضر، حاجات بسيطة بتدي تيست وطعم، في ناس بتحبه بس كده، وفي مع اجبان ماشي، يعملوا مع اجبان برضه. حط شوية كريمة هنا اهو، وعندي شوية فلفل، شوية كزبرة، وعندي رشة كزبرة جافة، فلفل أحمر زي البابريكا يعني، الريحان، وعندي كام طماطماية صغنونة كده، ده اختياري، وعندي رشة كمون، وطبعا ملح وفلفل. بسم الله، ادي فلفل وادي ملح، يبقى رشة ملح ورشة فلفل، ونبدأ نقلب بالشوكة، واخد حتة زبدة حلوة او حتة سمنة بلدي كده كده، ونبدأ حبة صغننين كده، تبقى ممكن في اولاد بيحبوا قوي البيض لوحده كده، ممكن نحط شوية اجبان، اخد مكعب زبدة، مش عايزاها تبقى تتحرق مني ولا حاجة، وعايزة اخد سباتشولا كده ناعمة اشيل بيها من حروف يعني كده، هحط شوية من البيض ده، بعمل بقى كده يعني تدي، بدل ما اقلبها كل شويه، برضو من الحاجات اللطيفه وطعمها حلو. هنطلع الطاجن بتاعنا دلوقتي، خلاص هاجي بقى عند الحته دي، جزئيه الصغنونه دي، ممكن اغطي كده تغطية كده سريعة من هنا، وأطرفها عشان أنا عايزة أهدي النار عليها خالص، يا دوب بس الوش ياخد الإيه يستوي. فبجد وريحة الفول رائعة، بصوا الزبده بقى بقت على وشه ازاي، كانه روعه، وهجيب طبق دلوقتي بقى احطه فيه. يا سلام يا سلام، دي الزبده بقى اللي على الوش، خلاص اهو، بصوا بصوا الجمال اهو،
نقدر نعمل واحد تاني لو انتوا عايزين. We have no time. طيب انا اعمله وقبل ما انتوا تخلصوا وتستعرضوا اكون انا خلصته. طيب ثواني حبايبي اهو، نعمل اتنين تانيين لطاف نفس الطريقة. بصوا اول بس مبدأ يبقى سخن، خد الزبدة كده من هنا اعمل كده على خفيف، ادخل ده من تحت بس كده واظبطه زي ما حضراتكم شفتوا الطريقة اللي احنا عملنا بيها، ما تضطرينيش اقلب الاومليت ولا حاجة، بشكل بسيط كده. ويديله الكريمة بتديله تخانة وطعم، بتخليه كأنه زي العجة، ما بيبقاش خفيف ورفيع البيض او رقيق، فبيبقى جميل جدا.